يقول النبي عليه الصلاة والسلام: من أصبح منكم آمنا في سربه معافا في بدنه عنده قوت يومه فكأنما حيزت له الدنيا، كأنما جمع الدنيا كلها. وأقبل رجل إلى عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما وقال له: هل أنا من الفقراء؟ فقال له: هل لك زوجة؟ قال: نعم. قال: هل لك بيت تسكن فيه؟ قال الرجل: نعم. فقال له: أنت من الأغنياء؟ قال الرجل: فإن لي خادما. فقال عبد الله بن عمرو: فأنت من الملوك. رواه مسلم. ما دام جمع الله تعالى لك ذلك، لماذا تشكو فقرا؟ فأنت من الملوك. ونبينا عليه الصلاة والسلام كان لا يغفل عن شكر الله تعالى على النعم مهما قلت أو كثرت، فكان صلوات ربي وسلامه عليه يصيبه الجوع، وتقول عائشة رضي الله عنها: كان يمر الهلال تلو الهلال تلو الهلال، يعني يمر عليه هلال هذا الشهر ثم هلال الشهر الذي بعده ثم هلال الشهر الثالث، يعني أكمل 60 يوما ولم يوقد في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم نار، يعني ما طبخنا لحما ولا شيئا مما يطبخه الناس، وإنما هما الأسودان التمر والماء، يجوع فيأكل تمرا وماء فقط. ويتهم عليه الصلاة والسلام في عرضه، في عرض أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها، ويموت أولاده، مات القاسم ومات عبد الله ومات إبراهيم وماتت ابنته زينب وماتت ابنته رقية وماتت ابنته أم كلثوم، 6، كل هؤلاء ماتوا في حياته ودفنهم بيده، ولم يبق بعده عليه الصلاة والسلام إلا ابنة واحدة فاطمة رضي الله تعالى عنها وأرضاها، وماتت بعده 6 أشهر أيضا. ومع ذلك، مع كل ما يصاب به وموت أحبابه، يموت يقتل عمه حمزة وهو من أحب الناس إليه، ويأتي إليه عليه الصلاة والسلام ويراه قد بقر بطنه وجدع أنفه وقطعت أذناه، مصائب تتتابع وبلاء، ومع ذلك يصلي ويقول: أفلا أكون عبدا شكورا؟ لما قالت عائشة: يا رسول الله، أنت تطيل الصلاة حتى تفطرت قدماك، لماذا تتعب نفسك وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ فيقول: أفلا أكون عبدا شكورا؟ وإن جعت، وإن أصبت في أولادي، وإن أصبت في مالي، وإن آذاني من آذاني، أفلا أكون عبدا شكورا؟ أشكر النعم الأخرى التي أعطاني الله تعالى إياها. وكان إذا أوى عليه الصلاة والسلام إلى فراشه كل ليلة يضع رأسه على وسادته ثم يقول: الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا وكفانا وآوانا، فكم من من لا كافي له ولا مؤوي له، فكم من من لا كافي له ولا مؤوي له. ولم يكن صلى الله عليه وسلم يزدري نعمة من نعم الله، مهما قدم الطعام بين يديه وكان طعاما غيره أحسن منه، ما كان عليه الصلاة والسلام يذم الطعام. قال عليه الصلاة والسلام يوما لما قدم إليه طعام في فتح مكة وقد كان جائعا فدخل على أم هانة، قال عليه الصلاة والسلام وكانت أختا له من الرضاعة، قال لها: هل عندكم طعام؟ قالت: ما عندنا إلا الخبز. فقدمت خبزا يابسا، لا لحم ولا مرق ولا لبن، خبز يابس يأكله. قال: هل عندكم إدام؟ يعني من مرقة أو لبن شيء ينلين به الخبز. قالت: ما عندنا إلا الخل، والخل تعلمون مرارته وحموضته. فقال: هاتيه. فجعل يأكل الخبز بالخل ويقول: نعم الإدام الخل، نعم الإدام الخل، يعني الحمد لله، غير ما يجد حتى الخل ولا الخبز اليابس. لا تزدري أيها المسلم نعمة الله عليك، كلما رأيت نعمة من النعم، تحريكك ليدك، بصرك، سمعك، لسانك، إيمانك، أمنك، أمانك، ما تكتسبه من مال، احمد الله تعالى عليه. إن ربكم يحب أن يحمد، يحب أن يمدح. يقول عليه الصلاة والسلام: أفضل الدعاء الحمد لله. رواه الترمذي. وأول كلمة أيها الإخوة يقولها أهل الجنة إذا دخلوها، أول كلمة يوفقون إليها: الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن، إن ربنا لغفور شكور. وقالوا: الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الجنة.
أول سورة في القرآن بدأها الله تعالى بالحمد، وهي التي نقرأها في صلاتنا ونحفظها أولادنا ويحفظها الكبير والصغير والعربي والأعجمي. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. كلما كان العبد حمادا لله تعالى كثير الحمد زاده الله تعالى من نعمه. وقال عليه الصلاة والسلام: الحمد لله تملأ الميزان، ذاك الميزان العظيم عند الله تعالى الذي ليس كميزاني ولا ميزانك، إنما هو ميزان لا يعلم حجمه وقدره إلا الله. يقول عليه الصلاة والسلام: الحمد لله تملأ الميزان، تملأ ذلك الميزان بالحسنات. قدم بين يديه عليه الصلاة والسلام يوما طعاما، وإذا هذا الطعام هو الضب، فلم يأكل منه ودفعه عنه ولم يذمه ولم يقل: ما عندكم إلا هذا الأكل، ما عندكم إلا هذا الطعام، لم يذمه وإنما دفعه عنه. فقال خالد بن الوليد رضي الله تعالى عنه: يا رسول الله، أحرام هو؟ قال: لا، لكن لم يكن بديار قومي فأجدني أعافه. أنا من أهل مكة، ومع جبالها وغيرها لا يوجد فيها مثل هذا الضب، وبالتالي أنا منذ الصغر لم أتعود أن أرى الناس يأكلون، فأجدني أعافه. لم يكن بديار قومي فأجدني أعافه. قال: فجبذه خالد بن الوليد رضي الله عنه إليه وأكله، وأكل الصحابة معه، فلم يذم صلى الله عليه وسلم هذا الطعام، يعلم هذه نعمة سواء أعجبتني أو لم تعجبني. وما عاب رسول الله صلى الله عليه وسلم طعاما قط، إن اشتهاه أكله وإلا تركه. أكثر حمد الله تعالى على النعم، ولا يكن وجود هذه النعم عندك باستمرار لا يكن مغفلا لك عن ومنسيا لك عن أن تشكر الله تعالى عليها.